مساء الفل عليكم أعزائي المشاهدين من داخل مصر ومن خارج مصر، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج همسات مضيئة. زي ما عودناكم إن احنا بنقدم لكم دايما همسات وهمسات مضيئة، النهاردة برضو هنتكلم في مواضيع مهمة جدا. هنتكلم عن رؤية الميت في الحلم والرسالة اللي بقى جاي بيها، وهنتكلم عن حاجات كتير جدا. بس الأول أحب أرحب بضيف حلقتي النهاردة، دكتور مصطفى زايد مفسر الأحلام. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور النهاردة عايزين نتكلم عن رؤية الميت في الحلم والرسالة اللي بقى جاي بيها، بس الأول عايزين نتكلم عن حملة وعاشرهن بالمعروف. أكيد حضرتك سمعت عنها وهي مغرقة السوشيال ميديا، حملة وعاشرهن بالمعروف. كل رجل وكل شاب دخل الحملة دي حب ان هو يشارك مامته، يشارك اخته في شغل البيت، يشارك زوجته، يشارك بنته في عمل المنزل، الشغل البيت اللي هو ما بيخلصش اصلا. فانت رأي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاشره هنا بالمعروف، اولا ده امر من ربنا سبحانه وتعالى وحق للزوجة في الاسلام. فالاسلام جميل. يعني كرم المرأة تكريم كبير قوي وتكريم عظيم، وقال وعاشره هنا بالمعروف. وعاشرهن بالمعروف دي التجاوز عن أخطائها، مساعدتها، معاملتها على إنها أم وأخت وزوجة، مش خادمة، مش جاية إن هي مثلا للكنس والطبخ وتربية الأولاد والكلام ده. بالعكس، هي ليها حق كامل في الحياة زيها زي الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، هي بتكمل الراجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تفزع أول مرة لما شاف الوحي سيدنا جبريل عليه السلام، جرى على السيدة خديجة رضي الله عنها وقال دسريني دسريني، زمليني زمليني. تمام، رجع لزوجته، ما جاش مثلا قال لا ده أنا هروح لعمي أو أروح مثلا لعصابتي اللي هم أهلي والرجالة بتوعي، راح لزوجته اللي مأمنه. تمام، هي المأمن وهي المنازل لجوزها ولبيتها ولحياتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لجأ ليها. فعشرون بالمعروف طبعا أمر إلهي وتكريم كبير جدا للمرأة. والناس اللي بتقول ان الاسلام ظلم المرأة، هم ما يعرفوش حق المرأة في الاسلام ايه، او ما قرأوش ده في الاسلام. لا، هو في رجالة الحاجة الوحيدة اللي هم عارفينها في الاسلام ان الشرع محلل أربعة. ده ماشي، كتير. الشرع محلل الأربعة، بس دي حقها. الحملة بقى اللي هي طبعا نازلة على الفيسبوك ومغرقة السوشيال ميديا، احنا طبعا معانا صور ممكن ننزلها. الحملة دي بقى يعني ناس كتير انتقدوا الحملة وقالوا طب لما انت تساعد مراتك في البيت وتعمل معاها الاكل هي تنزل تشتغل بدالك؟ طب ما في سيدات كتير عاملات، سيدات كتير جدا بيشتغلوا، وحتى لو مش بتشتغل ما شغل البيت كتير، في مذاكرة الولاد، في شغل البيت اللي ما بيخلصش نهائي، تنظيف وغسل وحاجات كتير ما بتخلصش. إدارة البيت دي برضو يعني صعبة. وتقريبا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام يا دكتور كان تقريبا في بيبقى خادم في البيت بيساعد الزوجة برضو على أمور البيت تقريبا، أنا مش متأكدة. بص، أنا هرد على السؤال ده في جزئين. الجزء الاول بحكم طبعا الرسائل دي، طبعا صور الحمله الموجوده معانا على الشاشه، طبعا كلهم ما شاء الله يعني بارك الله فيهم، بيخففوا العبء شويه عن امهاتهم او زوجاتهم او بناتهم. فبجد يعني انا بحييهم من كل قلبي، وما شاء الله بص يعني هم حتى يعني سعداء وهم بيساعدوهم، فبجد يعني ما شاء الله بحييهم ما شاء الله عليهم. هو بص، اولا حضرتك يعني انا هتكلم مثلا ايه في الرسائل اللي بتجي في تفسير الاحلام. في ناس كتير جدا سيدات يعني اللي بتيجي تبعت رساله وكده تتلاقي بتشتغل عشان تساعد جوزها، بتشتغل عشان جوزها بقى عاجز بعد ما كان مثلا بصحته وكده واقفه جنبه. أيوه. فلما اجي اقول مثلا لا انت ما ينفعش ان انا اعملها مثلا كويس او اكرمها وكده، طب هي جت من بيت اهلها ليه وعاشت معاه وصبرت عليه ولما عجز بقت تشتغل عشان خاطر تساعده؟ فعلا. فحقها في الاسلام يعني طبعا مكرمه. في الحياه عموما بالتجربه العمليه، لا طبعا الزوجه يعني ليها حق كامل في الاسلام، والزوجه ايضا يعني ليها جزء كبير جدا ضايع في الحياه، اللي هو الناس بتبص لها ان انت خلاص انت لو سمعت كلام زوجتك او اكرمتها ان انت هتبقى شرط مراتك يعني بالبلدي كده. طب تفتكر مين اللي مضيع حق الزوجه يا دكتور؟ هل هي نفسها، هي نفسها مضيع حقها ان انا مثلا مش هينفع اعمل كذا عشان زوجي ما يزعلش، مش هينفع لا ده انا هعمل شغل البيت عشان اراضي ولادي وزوجي وكده، هي مضيع حق نفسها، ولا احنا في مجتمع ذكوري، ولا العادات والتقاليد، ولا برضو ان هم يعني الجزء الديني هم مش مجتهدين فيه ومش على درايه كامله بامور دينهم؟ هي عدم الثقافة يعني بحقوق الآخرين. أنا كراجل مثلا زوج ليه حق على زوجتي. أيوه. عارف حقي واحد اتنين تلاتة. تمام. وهي كزوجة ليها حقوق. زي ما قلنا هي مش خدامة. هي جاية زوجة، تمام، ترعى البيت وترعى زوجها وتكون هي قائمة في البيت، يعني إيه
ملكة متواجدة في بيتها. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن النساء مثلا في سورة الزخرف قال ايه؟ او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تمام، الزوجة اتخلقت يعني بالبلدي كده للدلع، للكلمة الطيبة، للكلمة الحسنة. تمام، ولما بتعمل غلط او حاجة وتيجي تشد عليها في الكلام ما بتقدرش تدافع عن نفسها غير بالبكاء. فعلا. انا في سيده بعتالي على البيج بتاعت البرنامج يعني رساله يعني ضايقتني وبجد حزنت عليها جدا. بتقول انا شغاله في البيت، ما بتشتغلش، هي يعني مش سيده عامله، بس بتقول بعمل كل حاجه في البيت، بعمل شغل البيت كله، واولادي محسسيني ان انا فعلا خدامه، مش زوجها، ولادها كمان، ان هي على طول طلبات طلبات، يا مامي عايزينه، ويا ماما هاتي واعملي، ولو ما عملتش بيزعلوا منها، وجوزها نفس النظام وبيعملها باسلوب يعني اسلوب مش كويس. بتقول بقعد بالايام ما باكلش، يعني هي زعلانه وما بيسالوش فيها، مش مشكله ما تاكليش، المهم ان في اكل واحنا هناكل، واولادها كبار، يعني المفروض ان هي مثلا حنينه عليهم، ما يبقاش ده رد الفعل. فبجد الموضوع ده يعني مزعلني جدا. فيعني ده ممكن مثلا يبقى هم ده بعد عن الدين، ولا ده ايه من وجهه نظر حضرتك؟ هو بعد عن الدين. فعلا بعد عن الدين. اولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من احق الناس بصحبتي؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. تمام، احق الناس بصحبتي. تمام، والصاحب هنا الواحد فينا لما حد صاحبه مثلا بيطلب منه او حاجه او كده بيبقى ايه يعني بيلتمس الاعذار لنفسه كتير قوي عشان يقدر يقدم له الخدمه دي. فلو الواحد عامل زوجته ان هي مثلا زميله في العمل وزوجه وام واخت وكل حاجه، مش هيبقى في كسوف ولا خجل ان انت تكرمها. ولكن هو بيتعامل مع دي ان خلاص هي دي حياتها كده وسبتت على الوضع ده، وده المفروض عليها، وهو مش مفروض عليه الكلام ده. فطبعا هي ما قدامهاش غير انها تصبر، ويعني وربنا يا رب يهديهم كده. ايه يا رب، هي ما فيش اي مانع ولا اي مشكله لو الزوج مثلا جه يوم اجازته يوم الجمعه، يعني عامل مفاجاه مثلا لزوجته، قال لها انا هجهز لكم النهارده الفطار او الغداء ايا كان. هو على فكره الفطار مش هياخد منها ربع ساعه ولا 10 دقائق في التجهيز، بس هتحس ان هو يعني يحاسس بيها، عايز يساعدها، هتحس ان هو في نوع من انواع المشاركه. فهي دي الجزء اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا نشارك بعض، زي ما الزوجه بتشتغل الزوج برده ان هو يساعد في عمل المنزل على قد يعني على قدر المستطاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاط ثيابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمه اهله، قدوه حسنه لينا كلنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمه اهله، تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اكرم الزوجه، يعني كرم كبير جدا. يعني هنتكلم طيب عن حد من الصحابه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، راح له واحد يشتكي له من زوجته ان هي بتعلي صوتها عليه. فلما راح يندى على سيدنا عمر، سمع صوت زوجه سيدنا عمر بتزعق، تمام، وصوتها عالي عليه. فالراجل مشي، فسيدنا عمر نادى عليه بعد كده قال له: انت كنت جاي ليه؟ قال: وجدت الذي عندي عندك. تمام، انا جاي اشتكي لك من حاجه لقيتها عندك. تمام، فقال: هي التي تقوم على شؤون البيت. تمام، فان تكلمت بسوء، تمام، سمعنا له. تمام، وسيدنا عمر لما وقف واتكلم مع المراه اللي ربنا سبحانه وتعالى نزل فيها سوره المجادله، تمام، وقالت له: يا عمر، تدعى في الاسلام امير المؤمنين، وكنت في الجاهليه تدعى عمر، وكنت تدعى عمير. تمام، يعني وكانت بتتذكره بالله ان هو يرعى ايه، ان هو يتقي الله في رعيته وكده. تمام، فواحد من الصحابه جاي بيقول لها: يا امة الله، انه امير المؤمنين. قال: دعها، هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. تمام، طبعا ربنا ما سمعش شكوى راجل من فوق سبع سماوات. تمام، ورفقا بالقوارير، المشكله ممكن ان السيده يعني لو كلمه بس يعني او اي موقف هتحترق من جواها، هتزعل، ممكن الزعل ده يعمل لها مشكله، يعمل لها ازمه صحيه او ازمه نفسيه. ففعلا زي ما الرسول وصى عليه الصلاه والسلام قال: ورفقا بالقوارير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فانكم اخذتموهن بامان الله، واستحللتم فرجهن بكلمه الله، ولكم عليهن الا يطأن فراشكم احدا تكرهونه، فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، اللي هو ايه، كانك انت مثلا بتوكزها كده ايه، او بتشد عليها كانك انت مثلا بتأدب طفل صغير. تمام، من باب التذكير مش من باب الضرب، لان الناس حاولت ده اللي هو ايه تكسر لها حاجه عشان خاطر ايه يعني تذكرها بالله. ما فيش الكلام ده في الاسلام، هو التذكير يعني ايه من باب مثلا ان انا غضبان. تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: المراه كالاسير في بيت الرجل. المراه كالاسير في بيت الرجل، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلو الراجل اتعامل مع زوجته بالوصايا اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيها، هيعرف حق زوجته. هو انا لما بروح اكتب كتابي على زوجتي وبقول يعني زوجيني مثلا نفسك، او مثلا زوجتك موكلتي على كتاب الله وعلى سنه رسول الله، ايه الكلمتين دول؟ يعني تعملها كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنه رسول الله. كم مره النبي صلى الله عليه وسلم طرد زوجته؟
وكم مره خرجها من بيتها مثلا غضبانه؟ ولا مره. تمام. وكم مره النبي صلى الله عليه وسلم سمع مثلا زوجته كلام يضايقها او مثلا يجرحها بعيد عن انها تكون اتعدت حد من حدود الله؟ وحاشا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل ذلك يعني. تمام. بل بالعكس، لان لما النبي صلى الله عليه وسلم غضب من زوجاته ونزلت سوره التحريم، تمام، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات زوجاتك، تمام، الايه دي لما نزلت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ كان معتكف في المسجد. تمام. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما كان بيطوف على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عشان يذكرهم بالله ويذكرهم ان هم يرادوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والسيده ام سلمه رضي الله عنها قالت له: ما شانك انت يا عمر وشان رسول الله وزوجاته؟ تمام. ما كانش حد يعرف بالمشكله دي، هو سيدنا عمر عرف فيها منين؟ من بنته حفصه رضي الله عنها، لكن ما كانش حد بره بيعرف حاجه زي كده. فحق المراه في الاسلام مكفول، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه. وفي اخر حاجه في حجه الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو يعني خلاص يعني يعتبر دخل في سكرات الموت، وفي اخر ايام في حياته كان بيقول: الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. تمام. والزوجه تعتبر في حكم ما ملكت اليمين لانها تحت قوامه الرجل. الزوجه والاولاد. الزوجه والاولاد واي حد الرجل بيعوله. ايوه، عليه الصلاه والسلام. طبعا السيده طبعا يعني عنصر مهم جدا في المجتمع، لازم نحافظ عليه، ولازم ان احنا ما نجرحش الامراه دي باي كلمه وباي يعني. انا بقول لو الراجل ساعد مراته بحاجه بسيطه هي مش هتفرق معاه الحاجه دي، هتعملها بس هتبقى هتحس من جواها ان في مشاركه، وان انا يعني مش كل حاجه عليا، ان انت برضو بتساعدني. فاحنا عندنا امل ان الحمله دي تسمع وان رجال كتير يشاركوا فيها. انا هقول بس لحضرتك يعني حاجه بسيطه كده. كان في ستات قعدت جنب حجره النبي صلى الله عليه وسلم تتذكر في افضل ازواجها يعني، اللي بيعملها كويس واللي بيعملها وحش وكده. فالسيده عائشه رضي الله عنها كانت بتسمعهم من داخل الغرفه بتاعتها. تمام. فكان في واحده منهم بتقول: زوجي اذا دخل فهد، واذا خرج اسد، ولم يسال عما عهد. جوزها لما بيدخل البيت بيبقى عامل زي الفهد الصغير. الفهد الصغير ده اللي هو طبيعه الطفل اللي لسه مولود بقاله مثلا ايه يوم او اتنين او تلاته، شهر مثلا بالكتير. فبيبقى طبيعه الطفل في الوقت ده النوم. تمام. وبتقول لما جوزي بيخرج بره بيبقى اسد، ما حدش بيعرف يغلبه ولا ايه يضحك عليه. ولما بيرجع البيت تاني ما بيسالش عن معاهد، ما بيسالش عن اللي كان حاصل قبل كده. معنى الكلام ده ايه؟ هي بتقول جوزي لما بيدخل البيت بيتغافل عن اخطائي. زوجي اذا دخل فهد، تمام، بينام عن اخطائي خالص. تمام. واذا خرج اسد ما حدش عارف يضحك عليه بره، انا بس بضحك عليه. ولا يسال عن معاهد، ما يجيش مثلا في خناقه يقول: انت فاكره انت عملت كذا من قد كده، عملت كذا من سنه، عملت كذا الشهر اللي فات، الاسبوع اللي فات، ما فيش الكلام ده. تمام. وده واحد من الصحابه، احنا يعني انا بدي المثال ده ليه؟ عشان الناس هتيجي تقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان قامه مثلا. تمام. فاحنا فين من النبي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان مؤدب بتاديب ربنا سبحانه وتعالى، فاحنا فين من ادبه؟ طب ادي واحد من الصحابه، ادي زوجته بتتكلم عنه كده، بينام عن اخطائها، ما بيدورش عليها. على عكس ناس تانية أول ما زوجته بس بتغلط بيعدلها من يوم ما اتولدت، مش هقول لك من يوم ما اتجوزها. كان يوم أبيض لما اتجوزنا ومواويل. طبعا يا دكتور احنا في مواضيع كتير جدا عايزين نتكلم فيها، عايزين نتكلم برضو عشان جات لنا اسئله كتير على الفيديو بتاعت صفحتنا على الفيسبوك، رؤيه الميت في المنام والرساله اللي بيبقى جاي بيها. يعني في واحده حلمت ان والدها طلب منها فلوس، قال لها انا عايز، انا كويس جدا بس انا عايز 500 جنيه. كان لسه متوفي. فبرضو عايزين نوضح للساده المشاهدين رؤيه الميت والرساله اللي بقى جاي بيها بتبقى ايه. هو اولا رؤيه الميت يعني ايه لازم نفهمها كويس. بمعنى ايه؟ الانسان لما بيموت بيخرج من الحياه دي ما بيرجعش لها تاني، وربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد سبقت كلمتنا انهم اليها لا يرجعون. خلاص اللي بيخرج منها ما بيرجعش لها تاني. والميت بيكون يا اما في جنه، تمام، بينعم فما تفرقش معاه الدنيا باللي فيها، يا اما بيكون عياذا بالله في عذاب وعقاب من ربنا سبحانه وتعالى. فساعتها هو مشغول في نفسه ومش مالك نفسه ان هو يقدر يسال عن حد. تمام. فالرساله اللي احنا بنشوفها للميت لما يجي لي الميت في صوره حسنه يبقى كده ربنا بيبشرني ان الميت ده حاله كويس عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني الرساله من الله عز وجل. ايوه طبعا، مش من الميت. بيبقى في ميت بيبقى في مثلا مشاكل عند ابنائه، والميت بيجي بيتدخل في المشكله، بتبقى مثلا حاسه من عند الابن ده ان هو مثلا لو بابا موجود كان اتصرف كذا كذا، فممكن هو عشان خياله فحلم بوالده. هي مش خياله، هي بصي حضرتك بتبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه بيحاول يطمنك بصوره معينه. تمام. ان انت مثلا انت محتاج لوالدك، فربنا سبحانه وتعالى يخليك تشوفه في رؤيتك عشان انت نفسيا تهدى، وعشان جميل. تقدر تاخد قرار ايه مناسب.
تمام، ولكن الميت نفسه ما يملكش من علم الغيب شيء. ايوه تمام. هو الميت رسالته معانا ايه؟ يا اما جاي بصوره حسنه فبنعرف ان هو في مكان كويس عند ربنا، يا اما جاي في صوره سيئه بنحاول نتصدق وندعي له. تمام. انما يجي الميت يقول فلان عامل اعمال، فلان عامل اسحار، فلان بيقول عليك كذا، فلان بيساوي كذا، ده ملوش علاقه بالميت خالص. حتى الموت نفسه يعني ايه؟ ما فيش حد يعرف عنه حاجه، ولا ملك الموت نفسه. تمام. يعني امر كان من الله عز وجل. طبعا كان كان مالك ابن دينار، وهو يعني طبعا امام من الائمه الكبار في الاسلام. كان شاف رؤيا، شاف ان ملك الموت جاله في المنام، فقال كم بقي من عمري؟ يعني مالك ابن دينار بيسال ملك الموت بيقول له كم بقي من عمري؟ تمام. فاشار اليه بخمس. تمام. فقام قال طب هم خمس ايام، خمس اسابيع، خمس شهور، خمس سنين، مش عارف. فلقي محمد بن سيرين فساله، فقال له لقيت ملك الموت في رؤيا وسالته كم بقي من عمري، فاشار بخمس. قال خمس لا يعلمها ملك الموت، ان الله عنده علم الساعه، ان الله عنده علم الساعه، وينزل الغيث، ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. دي علوم غيبيه بحته لله عز وجل. على عكس الغيب جزئين، جزء خاص بالله ما بيطلعش عليه اي حد ايا كان، وجزء تاني ممكن يكون غايب عنك لكن معلوم لغيرك. تمام. اللي هو احداث في مصر غير مثلا احداث مثلا في اي دوله تانية. تمام. هي غيب بالنسبه للي هنا مثلا او للي هناك، تمام، لكن ظاهره لناس تانية. تمام. احنا معانا اميره معانا على الهوا بقالها كتير. اه وصل. ايوه يا اميره ازيك؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. عندك استفسار معين؟ بصي انا عندي حلمين كده بس، يعني الاحلام دي قلقانه شويه كده، ممكن عايزه تفسيرها. اتفضلي. ان شاء الله خير. انا حلمت امبارح ان كاني انا قاعده مع بنت عمتي وعمتي. تمام. ولابسه خاتم، انا مخطوبه. بس الخاتم ده فيه قلبين، والخاتم بتاعي فيه نظام قلبين بس مش زي القلوب اللي في الخاتم ده. الخاتم اللي انت لابساه ذهب؟ ذهب؟ ايوه ذهب، كانه الخاتم بتاعي انا بتاع الشبكه. لكن مش هو. تمام. بس هو نفس يعني ايه في قلبين الخاتم اللي انا كنت لابساه. انت مش مرتاح في الخطوبه؟ كسر منه حته كده، فانا بنقول ايه ده اتكسر، نقلعه نديه لماما تصلحه. انت مرتاحه في الخطوبه يا اميره؟ ايه؟ مرتاحه في الخطوبه؟ ايوه بس انا كان معمول لي سحر يعني وكده، ان انا ما انخطبش حاجات من دي. فالمهم في الحلم في الخاتم لما اتكسر، فجت بنت عمتي، هي عمتي كسروه ليا، قالوا لي ده اتكسر خالص، وحطت القلب في رجليها كده على العبايه اللي لابساها، وقالت لي ما فيش قلب معايا، قلت لها لا في قلب من الخاتم معاكي. تمام. جيت انا خدت القلب منها وقلت الخاتم ده انا هنشيله مع ماما تصلحه ليا. تمام. ده اول حلم. كنت في فرح. ايه ده اول حلم. الحلم الثاني ماما حلمت كان خطيبي قاعد معايا عندنا. وبعدين انا كنت قاعده معاه ونايم على بطني. بعدين ماما دخلت كده بتقول انت نايمه كده ليه؟ وبعدين بتقول مش عارفه، قالت له هنسيبها، انت هتسيبها. وخدتني كده معاه، راح هو شتمها بشتمه عيبه، راحت هي خدتني. ممكن. تمام. الدكتور هيرد على حضرتك. ماشي، شكرا يا اميره. اول حلم الخاتم الذهب والقلب اللي هو اتكسر. هما الحلمين يعني بيدوا معنى واحد. تمام. هو بيبقى في سوء تفاهم يعني حاصل بينها وبين خطيبها وبين خطيبها ووالدتها. تمام. الحلم الاولاني اللي هي بتتكلم فيه ان الخاتم اتكسر وبتاع والكلام ده كله، بتقول ان في اسحار. هو طبعا بيبقى ايه العقل الباطن هنا بيخيل لك ان مثلا لما في حد السحر ممتد، مش حته ممتد، ان في حد بيحاول يعطل فرحتها. تمام. لكن بالنسبه للرؤيه ان مفيش هنا، مفيش سحر ولا اي حاجه. لا، هي مش دليل. تمام. يعني حتى لو الانسان عنده اسحار او حاجه وهبان في رؤيه، ما بتبانش بالمعنى ده. ومش عايزين طبعا يعني ايه نقول مثلا بتبان ازاي، عشان برضو الناس ما تشتغلش دماغها فتبتدي مثلا ايه عقلها يشتغل فتشوف حاجات فتتوهم بيها فتفتكر ان احنا ايه بنأذيها مثلا. تمام. فهو ايه، هي ما قالتش حاجه تبين ان في سحر. تمام. ولكن اللي هي قالته بيبين ان هي عندها اعتقاد ان في حد بيبوظ فرحتها. وطبعا يعني من غير سحر، لو واحد بيكره واحد وحقد عليه، ده اشد كتير من السحر.
او حسده. صح. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالش مثلا ومن شر ساحر، هو الحسد برضه هيفسد الفرحه. تمام. وربنا ما قالش بس ربنا قال تفاءلوا بالخير تجدوه. فالاخت اميره طبعا ان هي يعني تتفائل بالخير دايما، يعني خليكي واثقه في ربنا، ربنا هيتم فرحتك وان ربنا هيسعدك ويحقق لك كل حاجه بتتمنيها، وهتلاقي اللي انت بتتمنيه واللي انت بتحلمي بيه ان شاء الله. وتبعد كمان عن والدتها. الأوهام. لا تبعد والدتها عن الاحتكاك بخطيبها في حاجات مثلا تخص الجواز او حياتها الشخصيه يعني. في حد حلم، كلمنا على البيج، هو المخرج تمام، حلم ان البيت بتاعه نشع ميه على الادوار اللي تحته، ده تفسيره ايه؟ هو والله يعني لازم نرد، ممكن نرد بعد الحلقه صح. هو معناه بس ان في شويه يعني ايه مضايقات في البيت وكده تمام من الجيران يعني او المكان اللي بس هو يعني ايه واخد حقه زياده شويه. تمام. يعني نشوف الموضوع ده مع المخرج بعدين. طيب انا حلمت بقى يا دكتور وانا صغيره، حلمت بربنا ان انا قاعده جنب العرش بتاع ربنا، كنت شايفه وجه الله عز وجل. المهم حصل حديث ما بيننا مش متذكره، كنت صغيره جدا، كنت ممكن 3 أو 4 سنين. خرجت من الحلم يعني صحيت من الحلم ملامح وجه الله عز وجل ناسيها نهائي. انا من اول ما بنساش احلام خالص، يعني ممكن لو حلم وانا عندي سنتين افتكره دلوقتي، ما بنساش اي تفاصيل بالذات في الاحلام. صحيت عارف يا دكتور كان ممسوح كده باستيكه من ذاكرتي الملامح. فعايز اعرف تفسير الحلم ده ايه. بس انا وانا كنت صغيره كان اي حاجه ادعي بيها كانت بتستجاب، لدرجه مثلا اصحاب ماما قرايبنا ادعي بكذا، طب دوري لنا على كذا، اي حاجه كنت يعني كنت ما شاء الله يعني كنت بدعي الحاجات بتستجاب يعني على طول. فده تفسيره ايه؟ هو تفسيره ان حضرتك ربنا سبحانه وتعالى يعني بيديكي ايه حب وقرب منه. تمام. ودي على فكره درجه ما حدش بيوصل لها ولا بالعباده ولا بكثره الطاعه. يعني النبوه مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيوهبها للناس اللي اختارهم ربنا سبحانه وتعالى كل انبياء ورسل لدعوته بدون اجتهاد منهم. وفي برضه من البشر عاديين ناس ربنا سبحانه وتعالى بيقربهم بطريقه ما، ممكن يكون هو مش على قدر كبير جدا من الطاعه او من العباده، وممكن يكون على معصيه وربنا مديله الحاجه دي لعل وعسى في يوم من الايام يرجع هيبقى فعلا ليه ايه مكانه كبيره جدا. فربنا سبحانه وتعالى مثلا حضرتك شفتيه مثلا في رؤيا زمان بتقولي كده، وكان سنك صغير يعني يعتبر ايه سن دون البلوغ اللي هو مثلا 3 سنين غير مثلا او 4 سنين غير مكلفه او غير مثلا ايه مطلوب منك مثلا عبادات معينه والكلام ده. فدي بتبقى رساله من ربنا سبحانه وتعالى ان فيكي حاجه هتعلي شانك في يوم من الايام، وفيك حاجه بتقربك من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله الضمير صاحي يعني الحمد لله. هي دي الحاجه اللي بحمد ربنا عليها طول عمري يعني الحمد لله. أجمل حاجة. معانا ام محمد. الو الو، ازيك يا ام محمد؟ الله يخليك، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. وازاي الاستاذ اللي مع حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي يا ام محمد. انا حضرتك ايه حلمت ايه؟ ان انا ايه كنت نايمه فقمت من النوم، يعني وانا نايمه دخلت البلكونه بتاعتي. تمام. فانا ببص من البلكونه لقيت جاي من على اول الشارع خشبه بتاعت ميت شايلينها 3 رجاله وداخلين الشارع اللي انا قاعده فيه. فبعدين فقلت ايه يا لهوي ايه ده، دي خشبه بتاعت ميت شايلينها 3 رجاله بس. الاول ما قدمت شويه كده دخلت الشارع بصيت لقيتها اتقلبت زي المقام، بقت اخضر وكلها بتبرق وحاجات جميله زي المقام اللي بنزوره السيده زينب. انت عارفه الشخص اللي هو كان متوفي ده؟ جايه مش في مش حد متوفي، خشبه كانت داخله بتمر بهم او كربه او حاجه زي كده. فايه فانا قمت الله قلت الله يا دكتور بقى صوت عالي، دي خشبه دي مقام، وقمت من النوم وانا بقول كده الله دي خشبه دي مش خشبه دي مقام. طب حضرتك بتمر بهم او كرب او حاجه زي كده؟ ايوه ده انا بمر بهم وبكرب وربنا وحده اللي يعلم بيه. ان شاء الله ربنا يبشرك بالخير ان شاء الله هيزول يعني الهم والكرب. يا رب يا ابني يا رب يا رب بحقيقه النبي ان شاء الله تكون صديقه باذن الله بشرف زواج باذن الله يعني. ماشي يا ام محمد، الدكتور هيرد على حضرتك. هو تمام ردينا، هو بشرى ليها بزوال الهم والكرب ده. بشرى بزوال الهم. طيب ابشري يا ام محمد ان شاء الله ربنا باعت لك الرؤيه دي، بيقول لك ابشري ان الهم خلاص يعني ان شاء الله هيروح ان شاء الله باذن الله. معانا مين؟ معانا اسراء على الهواء. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا اسراء؟ ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الحمد لله اتفضلي. انا واحده متجوزه. الصوت بس بعد اذنك قولي تاني. انا متجوزه بنت مسلفتي وحماتي ماسكني وبيرش عليا ميه عمل او ميه نار. ده في الحلم. وانا بقول لا اله الا الله لا اله الا الله. طيب هما بيقولوا كلام يضايقك ولا حاجه؟ بيضايقوكي؟
ايوه هم وشين وبتوع اعمال وكده يعني. ربنا ايوه يهديهم يا رب، ربنا يهديهم. طيب انا حلمت بقى، اختي حلمت اللي انا اللي هي مامتها جايبه لها سمك وبتقول لها لازم يعني لازم تاخديه لازم تاخديه. طب السمك ده حجمه قد ايه؟ السمك حجمه قد ايه؟ ايه السمك حجمه حلو. ايه بولتي ماشي، بولتي كبير حجمه ولا صغير؟ صغير. كبير لا متوسط. تمام. متوسط تمام، خلاص الدكتور هيرد عليكي. شكرا. هو طبعا الحين برضو اللي بتحكيه بتاع حماتها وسلفتها ماسكنه وبيضايقوها وكده، هو معناه ان هم بيقولوا كلام يعني يضايقها يجرحها او يؤذيها، ولكن برضو مش معناه اعمال، كلام بس مش اعمال. هو برضو كلام يضايق ويجرح وكده بس مش اعمال. الحلم التاني بتاع السمك بتاع اختها ده هو رزق بس مش حلو متواصل. للدرجه يعني. ده معناه تمام. طيب يا دكتور، في برضو بنت لسه متزوجه حديث بعتلنا على البيج عايزه تفسر حلم، حلمت ان هي لسه متزوجه وحامل برضو جديد. هي شغاله في مكان، فبتقول حلمت انا واتنين من الشغل معايا ماشيين في طريق رايحين يعملوا حاجه في الشغل، فماشيين في طريق فالطريق طلع بره مكان تاني خالص. بتقولي لقيت تعبان رفيع ملفوف حوالين نفسه كده، فهم سبقوها وهي تقريبا كانت خايفه او كده، فالمهم مشيت يعني عدت التعبان ده، لقيت تعبان تاني تخين عامل زي السمكه كده زي القرموط، فعمال يبص لها، فهي كانت خايفه برضو حجمه غريب، فهو مش عارفه هي مش متاجيه وتعبانه ولا ايه. لقيت نفسها برضو ايه على يمينها ارض زراعيه وعلى شمالها تقريبا ارض زراعيه، فالمهم ان هي برضو ايه مشيت بس برضو كانت خايفه، فمش عارفه ده تفسيره ايه. هو تفسيره انها بتتعرض لحسد، والحسد ده يعني بيخليها تحس ايه بمضايقه شويه في حياتها، او ان هي مثلا مخنوقه يعني بتحس بعدم راحه في الحياه. ولكن هو معنى المنام بالكامل حسد. تمام. هي الحلم الرؤيه دي كانت مع اتنين اشخاص معاها في الشغل بتاعها، هل ليها علاقه بالعمل بتاعها؟ لا، هو الحسد في حياتها عموما، هي بتمشي في الطريق وبتكمل، تمام، فهو الحسد في حياتها هي. تمام. اصل هي كان معاها اتنين من، بتقول ان معاها اتنين من اصدقاء العمل. تمام. كانوا ماشيين معاها قدامها وسبقوها لما لقوا تعبان ده ما ممكن سبقوها. يكون اصدقاء العمل دول هم ما اللي لهمش علاقه بحياتها الشخصيه. ايوه تمام. فوجودهم هنا في المنام ما نقدرش نفسره غير لو سالناها هي ونتاكد منها، لكن احنا هنفسر على ايه، على العموم. العموم بتاعه ان هي بتتعرض لحسد، الحسد ده بيضايقها بيخليها تحس ايه يعني مش في حاجات كتير ما بتحسش ايه بلذتها في حياتها. تمام. وفي ناس بتستكتر على الواحد، انت فلان اتجوز مثلا فلانه، تمام، اشمعنى فلان اتجوز فلانه دي، او فلانه تتجوز مثلا فلان ده اشمعنى، تمام، كانه مثلا بينقلها من حياه لحياه افضل، او حتى لو مش نقلها من حياه لحياه افضل هيريحها هيراعي ربنا فيها. تمام. ففي ناس بتحصل كده برضه. تمام. معانا مدام منى على الهوا. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. منوره يا استاذه دعاء، انت والاستاذ ماما ازيك؟ مامتي انا ست الكل. عامله ايه؟ وصحتك طيبه؟ الله يسلمك. منورانا في ربنا الاستوديو. يبارك لك. ربنا ينور قلبك. ربنا يخليك ويا رب. ربنا يخليك. هي دايما مزيد كده من التفوق ان شاء الله. ميرسي. ربنا يخليك يا ست الكل. الله يبارك لك. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يوفقك يا رب. ودعواتك الطيبه. انا عن نفسي ربنا يخليك ويبارك لك يا دكتور. الله يخليك. ربنا يخليك. انا عن نفسي لما بحلم احلام بقوم الصبح الاقي نفسي ناسيها خالص. بس الحاج جوزي بقى كان حلم، حلم من يومين كده، النهارده ثالث يوم ليه، حلم ان احنا كنا في مصيف في بحر يعني، وبعدين هو احنا في البحر في الميه، فهو الحاج بيعرف يعوم يعني بينزل البحر عادي وبيعوم، فبعدين هو كان في مكان غويط كده فهو خايف لا يغرق، فبيبص كده لقى في دولاب، دولاب على حرف البحر كده، والدولاب ده فيه هدوم وفيه كل حاجه، فجي يمسك في الدولاب راح الدولاب وقع ايه في الميه، والهدوم اللي كانت في الدولاب او الاشياء اللي كانت في الدولاب كلها، ان هو الدولاب ده مش بتاعنا، بتاع حد جارنا. فالمهم الحق بيعدل الدولاب وهو في الميه ما قدرش يعدله. فالمهم ايه، راح قال لحد تقريبا معاه زي لانش او مركب في البحر، قال له عايزين نعدل الدولاب ده احسن ايه، ده بتاع حد قريبنا ووقع واحد جارنا ووقع وانا عايز اعدله مش عارف. فجاب المركب بتاعه وقعد قال له ايه، طب بدل ما نمشي من البحر نمشي من مكان في عادي في الطريق عادي يعني زي شارع عادي يعني كده صحر عادي يعني مش في ميه بس. فجاب المركب دوت ولف وجابوا الدولاب وعدلوه. فبس عايزين نعرف بس تفسير الحلم ده ايه، يعني ان هو صاحب الدولاب ده راجل كبير وزوجته برضه ست كبيره بس. تمام. ومشكره جدا لحضرتك يا دكتور. ميرسي على مداخلتك.
ربنا يخليك يا استاذه دعاء، وربنا يبارك فيك يا حبيبتي كده، واشوفك اسعد الناس يا رب. ميرسي، ربنا يخليكي ليا يا رب. ماشي، اتفضلي. هو الواضح ان الحاج بسم الله ما شاء الله بيعرف يتصرف كويس في اموره، تمام، دايما فعلا الناس بتستشيره، وخاصه في اموره هو الخاصه كمان يعني. ما بيترجعش مثلا عن قراره او اي حاجه غير لما ينفذ اللي هو عايزه فعلا. بيعرف يصر على موقفه كويس جدا. هو ده معنى الحلم عموما يعني. كويس، موقف صعب هو هيمر بيه، بس هو هيتمسك ان هيحل الموضوع ده، ومش هيسيبه غير لما يتحل فعلا. تمام. الاحلام بقى بصفه عامه يا دكتور، يعني انا واحده من الناس لو مثلا ايه هصحى الصبح اعمل كذا وكذا وكذا، بعمل كل الحاجات دي في الحلم، وبصحى دماغي مصدعه من كتر الاحلام. ده بيبقى حديث نفس. العقل الباطن بيهون عني. هو العقل الباطن بيبقى هنا ايه شغال طول الليل مع الانسان، او في الفتره اللي هو بينام فيها، فما بيديش يعني ريست ايه ليه كده، ان هو مثلا يرتاح. بقوم تعبانه والله، بقوم مصدعه، يعني بعمل كل الحاجات بادق التفاصيل، يعني الحلقه بتاعت النهارده دي انا حلمت بيها بكل حاجه. فبصحى ان انا مستريحه خلاص، انا خلصت اللي ورايا، فمش ورايا مش هروح بقى خلاص، حافظين قصه سيدنا يوسف في الجيش الجمعه الجايه. طيب تمام. في برضو واحد بيقول انا، هو ما عندهوش شعر، فحلم ان شعره طويل، يعني ممكن مثلا جاي له لحد هنا. تمام. فده رؤيته رؤيه محموده ولا ايه؟ لا، هي رؤيه كويسه. طول الشعر بتبقى رؤيه محموده. لا، هو عشان هو ما عندهوش شعر. تمام. لكن هو لو عنده شعر هتختلف برضو المعنى. تمام. فهو عشان ما عندهوش شعر هو قرع خالص. هي دي بتبقى ستر ليه. تمام. يعني في مثلا مواقف صعبه بيمر بيها او بيتعرض لها. تمام. فربنا سبحانه وتعالى بيرزقه الستر. وعلى فكره طول الشعر، في ناس بتعتقد ان مثلا لو واحد يعني ساب شعره ينزل على كتفه كده، ان ده كده مش من رجوله وبتاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره بينزل على اكتافه، تمام، وكان بيشيله بالكامل وكان بيسيبه بالكامل. تمام. فدي ملهاش علاقه بالرجوله والذكوره يعني. تمام. طيب يا دكتور، في برضه بنوته بعتلنا على البيج بتقول انا بحلم على طول، حلمي بيتكرر معاها ممكن مثلا كل شهر مره، بتحلم ان هي بتبقى ماشيه، وممكن وهي ماشيه سريعه فايه بتمشي خطوه كده اللي هي مثلا ايه زي بتطيرها 5 متر كده، بس مش بتطير في الهواء، يعني 5 متر كده في خطوه واحده، يعني فاهمها؟ انا برضه قعدت كتير. أيوة. عشان افهمها. هي اولا هي عندها بس شويه تهور. تمام. وقراراتها جريئه شويه. ان هي بتاخد قرارات يعني ايه غير محسوبه. تمام. بس ربنا سبحانه وتعالى بيوفقها فيها. طيب. مش هي مثلا بتاخد الخطوات دي او القرارات دي وبترجع تندم عليها، لا، هو ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها التوفيق يعني. طيب. فهي الافضل ان هي بس تحسب ايه كل حاجه شويه بس قبل ما تاخد اي قرار وكده، وباذن ربنا يوفقها ان شاء الله. معانا محمد من القليوبيه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله بفضل ونعم. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. عندي رؤيه يعني يسرى شويه. اتفضل. هو انا شفت ان انا نايم جنب سور، جنب قطعه ارض مباني، الارض دي بتاعتي عليها سور مباني كده. فكان نايم جنبي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي. تمام. واخويا وفي ناس ثانيه انا ما اعرفهاش. تمام. فالشيخ محمد عايز يروح بيقول لي انت تعرف الحاج سالم منين؟ قلت له الحاج سالم يبقى عمي مالك عبد ربه. فهو عايز يجي نروح الحاج سالم، ففي واحد من الناس اللي موجودين معانا قالوا لا. بيقولوا لا ليه؟ قالوا لا عايزين نروح، عايزين نضحك شويه. السور بتاعنا دون اللي هو بتاع المباني فوق عمود كهرباء، هو مش موجود في الحقيقه، عمود وعليه سلك كهرباء مش موجود في الحقيقه. بس كده. طب حضرتك بتعرض لظلم او حاجه؟ انا مفيش ظلم واقع عليا ولا حاجه، بس هو في مشروع واقع شويه معايا. تمام. يعني هو له علاقه بالامارات والمغرب. هو الحلم بتاعك معناه ان في حاجه متعطله في حياتك، وانت شبه عاجز ان انت تحققها. فعلا صح. تمام. ده معنى المنام. تحت امرك. ماشي، شكرا يا استاذ محمد. طبعا يا دكتور مصطفى زي ما قلت لنا، هو ده كده تفسير الحلم خلاص؟ خلاص. تمام. زي ما حضرتك قلت لنا الحلقه اللي فاتت ان التفسير، يعني احنا نعرف ان ده حلم او رؤيه ازاي. الحلم قلت لنا بيبقى فيه كلام كتير وتفاصيل كتير، الرؤيه بتبقى مثلا حاجه معينه، يعني رساله من ربنا بيعرفك. طيب احنا هنعلق على مثلا ان دي رؤيه اللي حكاها الاستاذ محمد. تمام. من اليوب ولا لا؟ هو بيقول انا نام جنب سور وشايف محمد ابن زايد، طبعا محمد ابن زايد ده اللي هو يعني امير من الامارات وكده. تمام. تمام. فهنا معناه ان هو ليه حاجه محتاجه دعم قوي. تمام. فهي الرؤيه رسالتها هنا. تمام.
فانا سالته انت بتعرض للظلم ولا لا، عشان هو بيقول انام جنب سور. تمام، معناه ان انت في حاجه حجزاك عن حق ليك او حاجه ليك، فبتاكد اذا كانت هي مثلا ليها علاقه بالظلم او هي مثلا تعطيل بدون ظلم. تمام، امكانياتك ما تسمحش ان انت تنفذ. تمام، معانا ندى من بورسعيد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ندى؟ معايا الحمد لله، معايا رؤيتين ممكن اقولهم؟ اتفضلي. تحت امرك. اول رؤيه، مرات خطيبه اخويا حلمت لي ان انا قاعده في الكوشه، انا مش مخطوبه، انا وجنبي خطيبي ومعايا اهلي وهو معاه اهله. تمام، واصحاب من النوم. حضرتك عندك كام سنه؟ 19. بسم الله ما شاء الله، طول عمرك. والرؤية لون الفستان؟ لا لا لا. تمام، او الرؤية التانية؟ الرؤية التانية، حلمت من فترة ان انا رايحة بيت عمي ولابسة فستان سواريه وكان شكلي جميل، وعمي عامل حفلة، فعمي التاني كان هناك، فبقول له مش تقول لي يا عمو ايه الجمال ده؟ راح باصص لي كده بزعل وقال لي روحي يا ندى اقعدي هناك، روحي اقعدي هناك. فما رحتش قعدت هناك، فوقفت انا وماما، راح قايل لها زينة مش قلت لك روحي اقعدي هناك انت وبنتك؟ رحت راحة وقعدت اعيط. انت زعلانه من عمك؟ كلهم قعدوا يطبطبوا عليا ويقولوا لي ما تزعليش، وما كانت ناحيه. في مشاكل مع عمك؟ لا لا، ما فيش اي حاجه. لا. طيب ماشي يا ندى، الدكتور هيرد عليك. شكرا. هي قالت انها مش مخطوبه وحلمت ان هي بتتخطب. وعندها 19 سنه. تمام، هو دي بشرى ليها باذن الله، يعني هيجي لها حد ايه كويس وكده. المهم الثاني، اضغاث احلام ملوش تفسير. ملوش اي معنى. طب نعرفه بقى ازاي برضو اللي هو يعني ده حلم مثلا واضغاث احلام ملوش تفسير او ملوش رساله؟ طيب هنعلق عليه، هو مش هنعلق على حاجه ايه بعيد يعني. تمام. هي بتقول حلمت ان هي لابسه فستان سواري. تمام، فستان السواري هنا لبس شهره، يعني تمام. مشاكل المفروض ان هي موجوده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، عمها بيقول لها روحوا عادي بعيد، يعني المفروض ان هو مش عايزها جنبه. بيضايقها. تمام، وبعد كده قرر الكلام ثاني وزعقلها هي ومامتها، قلت لك انت وبنتك روحوا اقعدوا بعيد. تمام، فالحاجات دي كلها بتاكد ان المفروض في مشكله. تمام، هي قالت ما فيش. تمام، يبقى هنا الحلم باطل. تمام، لكن لو كانت اكدت هو كان هيبقى معناه المشكله. تمام. في بنوته برضو معانا على الصفحه كاتبه ان انا حلمت ان هي كانت ماشيه في مقابر، وكان في متعلق في المقابر دي زي يعني ذبايح كده ودم وحاجات كتير. بتقول انا خرجت من المقبره وصحيت من النوم وبست مامتها وبست باباها وخرجت لوحدها. بتقول بعد الرؤيه بتاعتها دي مامتها توفت وباباها توفى، فهي خايفه ان يبقى في توابع للرؤيه عليها هي. فانت ايه تفسير حضرتك؟ لكن هي ما فيش اي مشاكل، هي خايفه برضو ان هي عشان هي دخلت معاهم المقابر بس خرجت لوحدها. لا، هي خرجت لوحدها، هي خرجت. لا، بتقول حلم يعني صحيت من الحلم لقيت نفسي يعني جوه، قبل ما تصحى من الحلم كانت جوه المقابر بس. تمام، لوحدها. تمام، خلاص، هي مرت بالظروف صعبه وبقت لوحدها بعد ما كان لها حصن امان والدتها ووالدها وكده الله يرحمهم. هي كاتبه بقى في السؤال بتاعها ان هي يعني كده مش هتموت زي باباها ومامتها، صح؟ هو مفيش حد مش هيموت، بس يعني احنا مش الرؤيه يعني ما بتشملش هي. لا، بس هي لوحدها، هي خلاص هي الرؤيه خاصه بيها. ان هي تتعرض لظروف قاسيه جدا. طبعا فقدان الاب والام يعني ايه، سواء في فتره قريبه او على حتى فتره متباعده، دي مصيبه يعني ايه ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى. تمام، فان هي تتعرض للاثنين دول مع بعض. تمام، ويتحققوا بعد المنام ده، فخلاص ما فيش اكبر من كده مصيبه وطاعه عليها يعني. صعب، فما لهاش علاقه باجلها هي. طبعا هي الرؤيه خاصه بيها ان هي هتمر بظروف قاسيه جدا. فربنا يصبرها على ما بلاها يا رب. طيب الاطفال بقى، رؤيه الاطفال يعني، في اطفال تقول ده انا بحلم بوحوش وبحلم بحاجات بتهاجمني. رؤية الأطفال بتبقى أطفال صغيرين مثلا 4 أو 5 سنوات. هو الطفل بيبقى عنده فترة يعني فطرة سليمة، الفطرة السليمة دي بتخليه يشوف حاجات يا إما بتزعجه في الحقيقة. تمام، فيكون ليها أثر في نفسه وفي حياته، يا إما بيشوف حاجات تبشره إن هو هيكون له شأن. تمام، فلو شاف إن مثلا حاجة بتطرده أو بتخوفه أو كده، بنحاول نبعد عن أي حاجة فيها قلق واي حاجه فيها الكرتون خوف. بقى والاكشن والحاجات اللي بيشوفها، او حتى الزعيق في البيت والكلام بصوت عالي، الحاجات اللي تفزعه يعني. في طفل مثلا مامته او باباه يجي يقول لك ابني هو نام بيتفزع. تمام، هو بيتفزع ليه؟ عشان هو بيسمع مثلا مواقف او اصوات او بيشوف حاجات هو كطفل مش هيستوعبها ومش هيستحملها. تمام، فبالتالي بتاثر عليه نفسيا وجسديا. أيوه، وكل حاجه. تمام. طيب احنا معانا ام محمد. الو. الو، ايوه، ازيك يا ام محمد؟ الله يخليك يا حبيبتي، عايزه اكلم الاستاذ لو سمحت. اتفضلي الدكتور معاك. تحت امرك. بصي يا استاذ، انا حلمت
في يوم كده يعني على طول بحلم ان شعري طويل على طول، واقوم من النوم على ان شعري طويل. ربنا يرزقك. وانت شعرك طويل اصلا؟ لا انا كان شعري طويل قبل كده بس خلاص ما بقاش فيه شعر اصلا. ربنا يرزقك الستر. بس عايزه اقول لك على حلم تاني حلمت في يوم ان انا رايحه يعني زي ما يكون راكبه عربيه مع ابني، وابني ما ده ما بيعرفش يسوق. فركبت معاه العربيه وكان سايق سريع، فنزلنا عند البلد اللي احنا منها يعني، احنا من الارياف اساسا بس قاعدين في القاهره. احسن ناس. فنزلنا كده لقيت نفسي ان انا قصاد الجامع اللي هو بتاع بلدنا. فنازل معايا واحد اسمه الحاج فتحي، ده قريبي اصلا يعني يعتبر جدي. فبقول لي تعالي الجامع، قلت له الجامع اهو انت خش صلي كده وانا لابسه جلابيه بيضاء. طيب هو ابنك تعبك شويه في الحياه يعني؟ وعندي تعب. عندي ابني عنده 34 سنه فمش متوفق في اي خطوبه خالص. ربنا يسر له امره. اللهم امين. وبنتي برضو يعني اصغر منه بسنتين برضو ما فيش يعني. ربنا يسر الحال يا رب. برضو نصيب يعني. ربنا يسر الحال. فانا طب انا لما روحت البيت بقى لقيت واحده اسمها فتحيه، دي تبقى سلفتي يعني، كان معايا فتحي رايح يصلي. فروحت لقيت فتحيه في البيت، معين انا مش رايحه بيت فتحيه دي، بس لقيت فتحيه دي اللي مقابلاني. تمام. بس كده؟ ايوه والله. بس عندي حلم تاني نفسي اقول. حاضر اتفضلي. طيب اتفضلي. برضك حلمت في يوم كده ان انا رحت المغرب. المغرب. فلقيت وكانت بنتي معايا اسمها هبه. فلقينا دخلت بيت كده لقيت فيه ميه نازله من السما زي ما يكون في خرطوم كده، وفي واللي مربوطه في السما حاجه بتلمع اللي هي بتنزل الميه. فمليت لي حاجه كبيره كده وشلتها بقى تدلدق عليا واقول لها مش قادره تنزل. شكرا يا ام محمد. طيب احنا هنفسر لك الحلم بس في دقيقه عشان خلاص وقت الحلقه. طيب هو الحلم الاولاني بتاع شعر طويل هو ده ستر لها من ربنا سبحانه وتعالى. الحلم الثاني بتاع ابنها هو تعبها شويه تمام، وهي شايله همه، وربنا سبحانه وتعالى هيرزقها باذن الله بالتوفيق، بس محتاج الصبر شويه. الحلم الاخير معناها هي عندها احساس ان في يعني ايه ظلم او ابتلاء نازل عليها هي لوحدها. تمام. دول في عجاله سريعه. ربنا يفك كربها ونورتنا يا دكتور، وان شاء الله نبقى مع بعض حلقات تانية كتير، معانا احلام كتير، بس ان شاء الله نفصلها لكم الحلقات الجايه. واستنونا في حلقه جديده من برنامج همسات مذيعه، والى اللقاء.